سائل يسأل بارك الله فيكم، يقول: هل من رسالة للوالد الذي يبقى أغلب وقته خارج المنزل ويترك مسألة التربية آخر أولوياته؟ في المقابل، ما هو دور المرأة المسلمة في إصلاح الأبناء في ظل غياب ذلك الأب؟ نعم، الحمد لله، لا شك أن تربية الأبناء ليست خاصة بالمرأة، وإنما الأب مشارك فيه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومن الرعاة الأب، فإنه راع في بيته ومسؤول عن رعيته. وقد جاء في الحديث أنه إذا جاء يوم القيامة فإن الابن يتعلق في رقبة أبيه ويكون مماريا له، يرجو أن يتحمل أبوه عنه إثم ما فعل، مدعيا أن أباه قد ضيعه وأنه قد ترك ما أوجب الله عليه. إذن فهذا الابن الذي هو منسوب إليك، ثق أنك إن قصرت في حق الله عز وجل في المراقبة والتربية والإحسان، فإنه سيكون هو أول متعلق بك يوم القيامة. ولذا فإن المسلم يعلم أن الأبناء هؤلاء إنما هم أمانة من الله عز وجل في ذمته، ويجب عليه أن يؤدي الأمانة بحسن تربيتهم وبالإحسان إليهم والإنفاق والتربية. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم مما ذكر أن ابن آدم إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، قال: وولد صالح يدعو له. فالولد الصالح هو الذي يكون أثرا للإصلاح. ولذا فإن الأب يجب عليه أن يجلس مع أبنائه، وكثير من سبب صلاح الأبناء إنما هو وجود الأب وإن لم يتكلم. فوجود الأب وبقاؤه في البيت له مهابته وله أثره في الأبناء وانضباطهم وإحساسهم بوجوده. فهذا من الأمور المهمة التي يجب عليه أن يحرص عليها. وأما الأم، فإن الأم إذا غاب زوجها فإنه يجب عليها أن تجتهد قدر الاستطاعة، إذ لما غاب زوجها إما لعمل أو لكسب رزق أو نحو ذلك، فإنها حينئذ تقوم بمقامه، وهذا من التكليف الذي كلفها الله عز وجل به. فأسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد.